انتم كتشوفوا بان الاتحاد العام لمقاومه المغرب ملي صاحب الجلاله فكر يدير هذه اللجنه من اجل حمايه المتضررين، من بين يعني المسؤولين اللي دار كما قلت لكم بعض ما السي شاكين بن علاش اللي هو رئيس الاتحاد العام لمقاومه المغرب اللي هو ما كيعرفناش هذاك الشيء بدا في 2020. حنا دابا يلاه عرفنا يلاه بدا كيفهمنا يلاه بدا كيفهم مشاكلنا يلاه يلاه الاتحاد العام لمقاومه المغرب يلاه بدا كيفهم هاد الامور. وهذا علاش حنا غنديروا واحد الجوله عبر التراب الوطني للتعريف يعني بهاد يعني بلاصه جوج كلشي كيعرفها، ولكن حنا كنا كنعتبروا انفسنا بان نساء ورجال ديال التربيه والتعليم وهذه سيشفعوا لنا، ويعني ولكن تبين بانه هذا خطا. نحن مقاولين تربويين خصنا يعني اننا نضاويو لهذا الاتحاد كذلك من اجل حمايه الجانب المقاول تاعنا اللي هو الركيزه الاساسيه لهذه المؤسسات التربويه التعليميه. بطبيعه الحال المساله الجانبيه الاخرى اللي هي الوثيقه ان شاء الله اللي غادي نوقعوا بالمناسبه مع حضر الجميع، وكيفما كتعرفوا بان هذا كان مطلب يعني ديال واحد مجموعه كبيره من المؤسسات التربويه ديالنا، واللي هذا الانتماء الى منظمه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه للنساء ورجال التعليم هو غادي يكون خراط حر، يعني المؤسسه غادي نخرط فيه تخرط فيه ما بغاش نخرط فيه ما تخرطش فيه. الاساس احنا وهو ان انتزعنا احنا هذا القانون هذا، يعني جبنا عليه تقريبا 10 سنوات في عده جرى الله احتجى الله التيسير يعني السنه الماضيه تمت المصادقه عليه من طرف الحكومه ومن طرف مجلس النواب ودابا راه صافي في الجامعه التصويريه ودابا اصبح من حق المؤسسات ديالنا الى بغاو مثلا عوض، لان كاين بزاف المؤسسات اللي داير واحد العدد ديال يعني التامينات التكميليه ديالي. فقلنا حنا علاش لا ان نمشيو في هذا الاتجاه هذا ديال منظمه محمد السادس، وراه يمكن لنا من بعد نديرو واحد اللقاء باش نعرفوا يعني بالمزايا اللي ممكن يستافدوا بها الاطر التربويه والاداريه ديالنا، لان تا هما ركيزه من الركائز الاساسيه ديال المقاوله التربويه ديالنا. وقد ما حسوا بانهم تا هما عندهم واحد النوع من الحمايه وعندهم واحد النوع من يعني من تسهيلات في الولوج الى واحد المجموعه ديال المرافق السياحيه داخل الوطن او التراب الوطني، عندهم امتيازات على المستوى الصحي والطبي، عندهم يعني امتيازات على مستوى النقل الى اخره، على مستوى السكن، على مستوى القروض، يعني كاين واحد العدد ديال الامتيازات